بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس التنفيذ يا شباب بنتكلم عن بند الأعمال الترابية. موضوعنا هو موضوع الكاسات، وده تالت فيديو. الفيديو ده أنا جايب يعني أعمال من الموقع، فيديوهات من الموقع، بحيث إن إحنا نستوفي ونستكمل الكلام اللي كان موجود في الفيديوهات السابق. فلو في جزء ما كانش مفهوم إن شاء الله هيتفهم النهاردة. وهنكون بنتكلم عن كيفية عمل المكنة ذات نفسها، المعدة بتاعة الجسات. هو ده موضوعنا النهاردة. نتوكل على الله، الفيديو ده هشغله ونسرعه مع بعض يعني عشان ما يكونش ممل. هتلاحظوا حضراتكم هنا في الفيديو أول حاجة بيعملها إن هو بيقف بالعربية دي وبيربط الماسورة بتاعة الكور اللي هي طولها 1 متر. دي أول واحدة بيعملها يعني. الراجل العامل هنا بيبدأ يحط البنتونايت في المجرى بتاعته اللي هو اللي عاملها علشان يسند الجوانب بتاعة الحفر بتاعت الثقب اللي هيعمله. هنحتاج ميه واحنا في صحراء، فعشان كده محتاجين دورة ميه، يعني الميه اللي هنفقدها لازم نسترجعها تاني. فالماسوره دي بتنزل ميه من داخلها. الميه دي بتجيبها منين؟ بتجيبها من البرميل اللي حضرتك شايفينه دوت. البرميل دوت هيفضي فيه ميه هنا في الارض، وهيبدا يعمل دايره للميه بحيث ان احنا نسترد الميه اللي بنفقدها تاني. نشوف الكلام ده دلوقتي خطوه خطوه. هو كده دلوقتي الفيديو بطيء، ما سرعناش الفيديو، ولكن المعلومات ايه تكون موجوده. ادي دي شكاره البنتونايت، والكلام ده طبعا في تفاصيل فاتت في الفيديوهات اللي فاتت. احنا قلنا ان الفيديو عباره عن حلقه في سلسله، حضرتك لازم تستكمل الثلاث فيديوهات عشان المعلومات تكون كامله مع بعض. نسرع شويه. كده الراجل بيوزع البنتونايت. يا صديقي مهندس احمد عثمان، ادي العربية بتاعت الجسات، وهنا هتلاحظ حضرتك ان في خرطوم مية اللي هو اللي لونه برتقاني دوت، والمية دي بتتسحب بتطلع للموتور ده. هنا الموتور ده فيه هنا لاي تاني او خرطوم تاني بيطلع الماسورة دي، الخرطوم ده لغاية فوق، لغاية راس الماسورة من فوق خالص. بعد كده يبدأ يحط المية عشان يعمل دايرة المية، وعشان يقفل يخلي البنتونايت يتماسك كده مع بعضه ويعمل سند الجوانب الحفرة اللي هو حافرها الصغيرة دي. بعد كده هيجيب الخرطوم، ادي الخرطوم اهو الموجود معاه مية البنتونايت في البرميل، هيشيله مباشرة. بعد كده يبدأ يحطه في الحفرة، وبعد كده يتأكد ان دورة المية نزلت. يعني دلوقتي المية اللي هو بيسحبها من الخرطوم دوت، الخرطوم ده بيسحب مية بيطلعها فوق وينزلها من الماسورة دي من تحت. فالماسورة دي بتنزل المية وهي بتطفو، وهي بتلف هتلاحظوا ان في ميه بتخرج منها. ففي الحاله دي بيكون الحفر اسهل وبيقلل الحراره بتاعه الاحتكاك اللي بتتولد عن الاحتكاك، بيزود الميه اهو ويبدا يشتغل. ده الحفر هو شغال. هنلاحظ هنا شايفين المكنه دي كده بتنزل لغايه 1 متر. المكنه دي اول ما تنزل هنا تحت يبقى معنى كده ان الكور ده نزل مسافه 1 متر. بعد كده يبدا يطول، يفك الماسوره بتاعه الكور دي ويطولها، يركب فيها ماسوره ثانيه تكون بطول اكبر. يفضل شغال كده زي ما حضراتكم شايفين، حفر روتري دوار، يوزع المية عشان تعمل الدورة بتاعة المية لغاية ما يوصل لعمق 1 متر. بعد كده هيجيب المفتاح دوت زي مفتاح عربية أو المفتاح الإنجليزي عندنا في مصر أو أبو جلامبو في الخليج، يفتح الماسورة. طبعا هو وقف الدوران، بعد كده يبدأ يفتحها ويغيرها. تمام، ده كده طلع مسافة 1 متر تاني. كده الماسورة دي طويلة، هيطلع مسافة 1 متر. بعد ما طلع هيبدأ يربطها تاني من الأول. شايف حضرتك هو طلع مسافة 1 متر. لو نرجع الجزء ده تاني كده، بص كده هتلاحظ إنها بتطلع لفوق أهي، بتطلع فوق. أول ما طلعت تمام هيروح موقفها ويربط من هنا، يربط المتر الجديد، تبدأ تنزل هي المتر التاني، تنزل المتر التالت لغاية ما خلاص الماسورة تبقى قصيرة مش قادرة توصل، يروح موصل الماسورة بماسورة تانية عشان يوصل للعمق المطلوب. ده فيديو تاني اهو، لاحظ انها بتنزل 1 متر للعمق المطلوب. بعد كده ادي ده المجرى بتاعت البنتونايت، وادي الخرطوم اللي بيسحب المية. هنا ادي ده الكور، لو حضرتك شايف هنا السكينة اللي بتقطع التربة وبتفصل التربة بالمنظر ده، وده البرميل بتاع المية والبنتونايت بالمنظر دوت. هنا لو طلعنا فوق ادي دي الماسوره، وده الخرطوم اللي بيسحب المايه. الخرطوم بيسحب المايه وبعد كده يضغط او يدفع المايه
او يضخ المايه داخل الماسوره ديت وينزل المايه داخل الكور في النهايه خالص عشان تبدا تفضحك. شايف الطرطشه بتاعه المايه دي؟ يبقى المايه بتنزل من الماسوره وبعد كده بيبدا في عمليه الحفر. اشتغل، ادي الحفر شغال بالشكل حضرتك شايفه دوت. بعد كده وصل للواحد متر، لاحظ ان الماسوره دي نزلت لغايه تحت. لو نرجع تاني لحظة وتركز معايا فوق هنا هتلاحظ انها نزلت، ماشي، نزلت لغاية المنطقة دي، هيفك الماسورة. انا مسرع الفيديو حاجة بسيطة، تمام كده. بص كده بيرفع ماسورة لفوق اهو، بيرفع مسافة 1 متر الجديد. هتلاحظ انها بتترفع من هنا، معلش التصوير شوية في مشاكل. المهم كده رفع ال1 متر اللي موجود، بيربط الجديد بقى. كده الماسورة خرجت اهي من الفتحة بتاعتها، ادي ده الفراغ والماسورة خرجت بالكامل. بعد ما الماسورة تخرج المفروض هياخد عينة. هنا بيربط الماسورة، هنا بيحاول ياخد عينة، حاطط كوليك تحتيها وبيضرب عليها بالمطرقة، بيحاول يفضيها أو يفرغ منها العينات اللي موجودة. دي العينة بتاعت الجسات اللي المفروض إن هو بياخدها. لو معرفش ياخدها عن طريق المطرقة كده بيفك الماسورة تماما ويبدأ يحاول يفرغها. كده يبدأ يفك الماسورة تاني وينزلها لتحت، بعد كده يربطها من فوق. كده نزلت، بعد ما نزلت 1 متر يروح رابطها من فوق تاني. بعد كده تبدأ هي عملية الإنزال تاني وعملية الحفر من جديد. هذه دي عملية الربط. معلش المصور مش يعني مش مهندس فعشان كده هو مش عارف ايه اللي بيحصل. فهنا عملية الحفر، بعد كده بدأ يحفر، بعد كده أيوه شايف المكنة دي كده بتبدأ تنزل لغاية المنطقة دي. أول ما تنزل خلاص نزلت كده مسافة 1 متر الجديد اللي هو اللي هياخد منه العينة الجديدة، هيبدأ يفك الماسورة وياخد منها العينة الجديدة التانية وهكذا. بعد كده لو الماسورة قصرت بقت قصيرة هيطولها ويوصلها بماسورة جديدة. خرطوم المية دوت، المايه اللي فيها البنتونايت، البنتونايت اللي بيعمل بيربط التربة. لاحظ هنا بقى حاجة، بيفك ماسورة الكور، هيفك ماسورة الكور ويخرجها. طبعا العينات بياخدها، العينات التانية هنا، العينات دي بتتحط في كيس وبتبدأ تترقم وهكذا. دلوقتي هو هيستبدل الماسورة دي بماسورة تانية، هيفك الماسورة خالص اللي هي ماسورة الكور اللي بيقطع بيه التربة. لاحظ كده، كده فصلها، هي اتفصلت اهي، حضرتك شايف ان الماسورة دي اتفصلت عن العمود اللي موجود، وبعد كده هيستبدلها بماسورة تانية. ده المتر بتاع اللي بيقطع بيه اللي هو أول متر، بعد كده هيحط الماسورة التانية اهو، طبعا ماسورة بعمق أكبر وبمسافة أطول، بعد كده يبدأ يربطها في العمود. ويبدأ في عملية الحفر للقطاعات بتاعة التربة الجديدة. يربط الماسورة تاني ويبدأ يستكمل عملية الحفر. يقاد الربط يمين يربط شمال يفك، أي حاجة كده. أدي الربط، تمام كده بيفك الماسورة التانية عشان يربطها في الماسورة التالتة وهكذا. دي ادي الماسورة اللي بتتركب فيها، معلش يعني في اللقطة كانت المفروض تتصور احسن من كده. الماسورة التالتة بتتركب فيها اهي، حاجات كده في ماسورتين، لاحظ ان اللون ده مختلف عن اللون اللي قبليه. الماسورة اللي قبليها ايوه، الماسورة دي لاحظ ان لونها كده داخل في بني كده، ودي ماسورة لونها زي لون فضي، يعني ده تقريبا لون نحاسي لون فضي. فهتلاحظ الماسورتين كده دخلوا وخلاص،
ويبدأ يشتغل في الحفر من التربة الجديدة في طبقات التربة وهكذا. كده احنا فهمنا ازاي بيستبدل المواسير، ودي كانت اكتر نقطة انا مهتم ان انا اوصلها لحضراتكم في موضوع الفيديو ده. بس نسرع الفيديو بقى خلاص، ونلاحظ ان هو كل واحد متر بيبدأ ينزل لغاية تحت، وبعد كده يفك الماسورة، وبعد كده يطولها وهكذا. وده البنتونايت ادي كده بيبدأ يفك الماسورة من تحت ويربطها من فوق عشان يربط الواحد متر الجديد. اتمنى الحتة دي تكون مفهومة، هشرحها تاني مع بعض. هو نزل المسافة بتاعة الواحد متر اللي تحت، بعد ما ينزلها يبدأ يربط الجديد. ده البنتونايت، شكارة البنتونايت، طف البرميل ويقلبها بالمعلقة كوريك في الكوباية اللي هو البرميل بالمنظر دوت. يعني كانت ده الفكرة بشكل عام، بحيث ان احنا يعني يكون عندنا تصور ازاي بيستبدل الاقطار او المواسير بتاعت المواسير المكنة الجسات وازاي بيطولها. اشكركم جدا يا شباب، بسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.